Buonasera a tutti i tifosi del canale di Al Ahly, una delle squadre più forti dell'Africa. Volevo fare i complimenti per la vittoria della 10ª Coppa Africana. Come siamo abituati, guarderemo Al Ahly in Coppa del Mondo un'altra volta. Al Ahly ha una grande squadra con ottima amministrazione e saggezza, grazie al presidente Mahmoud El Khatib, che era anche un grande campione e che ha vinto tantissimo. Sono contento che stasera saremo insieme con voi nel programma dei professionisti Al Monterrey. Un abbraccio, a stasera. Ciao. طبعا الساندو ميلي ده طبعا اسطوره من اساطير بارما، لاعب الميلان ولاعب كبير جدا في تاريخ خاصه تاريخ بارما. طبعا هو دلوقتي رئيس قطاع الناشئين في بارما، وزي ما بنتكلم دلوقتي على الكره الايطاليه بعد غياب عن كاس العالم 2018 بتظهر الكره الايطاليه بشكل مختلف بشكل جديد، بتظهر بصوره على المستوى الدفاع على مستوى الهجوم، بتظهر بلعيبه مميزه جدا متوسط اعمارها 24 و25 سنه. ازاي الكلام ده كان بيحصل؟ ده اكيد يمكن ده قضيتنا النهارده في اخر فقراتنا في المحترف، ازاي اللعيب ازاي المنتخبات دي بتظهر من خلال تطوير اداء اللعيبه من خلال الاكاديميات من خلال قطاع الناشئين بالنسبه للانديه، لان الانديه هي اولا والدوري هو اللي بيفرز اللاعب الدولي بشكل كبير جدا. الساندرو ميلو او بيقولوا ساندرو يعني هيكون متواصل معانا، نعرف كمان منه ازاي شغله في قطاع الناشئين وخاصه في بارما. بارما موجوده فين؟ بارما كان في يوم من الايام احد الانديه الكبيره جدا في ايطاليا، حصلت على الدوري الايطالي، حصلت على الدوري الاوروبي مرتين، وكان ليها باع ونجوم كبار جدا كانوا بيلعبوا في بارما. هيكون معانا على التليفون يعني نقول ونتكلم معاه ازاي قطاع الناشئين بيشتغل وبيطلع لعيبه مميزه علشان نشوف هذا الجيل العظيم يعني من تاريخ ايطاليا.